بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكت المامية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن شاء الله درس يقول لبدن آيات بكوري قدونا آيات كان وحيك والرمي قفك مسلم كأه ورب سبحانه وتعالى وتلمام إنو فيريوها مسقر شهيو مستقبل كيسا صوصا ده وحيس ويدين لقف هداتهاي قويس هداتهاي بلشي يوم مدها دينون هاي متكستبها النقطه إني نسويدين ومدينو حقا يوصعطه المستقبل القريب والبعيد مستقبل كينا دو إيا كينا دروكسان لبادو حقا ينوصعنا ما اتجاه صحيح ينوصعنا أم ننتظر المجهول مسه وحن بين السجينة وحن مقان غيبك وحن نغضؤون وإنه كملهن وح تخطيط أما وح قرشاء إنه كلين مجرته حيث إنه لشدو أهدافت أما غايات كإنه ربنا إنه تحقيق إنه وصمينه قوالسك أما هملوين كإنه ربنا إنه قادنا محيه محيطة هاي أهدافتنا داري محل قياسة ما مقياس ذلك إن نهرو صعني إن ندب صعنا محين كو قياسنا سيلو قيمين ايا بلشاهان مركا إنو أغنى واحد مودا ودن كين يدد كينو نفوضى بدن كتيرو هدايتين ولوشا قويسكا تقفكا تبلشادا تدولد نمدا انتو باينو قرشوه كو يريهي وحينو مركاي سويديني نادوني دمان تالا تشوغو سيدي باي اصفر تقال نقون كاريسا دادان نولاشا با قرشاكا لهيني اني او نولادان اما سيو تشوغان ايادو دوني دا لوغ ونول ياي مانتا سيدي لوكا لحوق بداني القوة هي القيمة الحقيقية في هذه الدنيا اليوم اود اما حوق ايا امانتا فاليو وكليا ما قيمة قول الدنيا تنهي اكتو هذا بس اشي وحي تهي نولش هذا ما حد كده معصنتي نولش هذا صوص عطا حقوق رشيسا مين الضلطو ودمتو مين الجامعات كبحضو وحبرتي دو قورستي دو العكس بيسيد ما انت اسا واحد النوشي مثل قرشا كلاتشرة قويس كاقا محادو قرشيسي dadka iyo bulshadaada maxaad u qorsheysay dunida inuu maanta ku noolahay uma muwaliba culuum mustaqbal wax lay dhahdaa maanta aad loo adeegsada wax hata culumada qarkood kutubtooda ku tilmaamayaan culumada qarkood ku tilmaamayaan inay min furuud al-kifaaya ay ku sheegaanba wa in dadku istishraafa ama se u daraso مستقبل كصاص صعدا يسقو كو إيجية أودي سمان توهيو يا تاريخ دي ستكتي سو تشرين كي سو حي هاي يا طاقة بلشدي سيدت كي سو إليين يا وحلا توقع يو أما الله فيلا يين أي دعان إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحي نقول المامي بن آدم كبارك قاركود مستقبل كصيد وأركو أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه النار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إلهي الصورة بوينو صوري شيغيسة متكين ميوج عليهي isagoo beer iyo baraade iyo barwaaqo ku jira beer isku baxday oo wabiyaal hoos marayaan
oo midale oo wax walba isna uu soo tamar gabay oo gaboobay duul yar yarna uu dhalay caruur yar yar aan marka waxba qabsan karin dabeetana duufan haleelo iisaar oo haleelo ay gubato qofkaasi suuradda baan la ino sawiraya muxuu filaya mustaqbal madow buu arkaya isaga tamari kuma hadhin kuu korinaya waa yar yar yihiin beertii waa gubatay sawirkaasi siduu egyaa ilaahayna hordhigay subxaana wa tacaala kadib baa ilaahay wuxuuna leeyahay kadalika yubayinu llahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun sidaasoo kale baa ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka idinku caddaynaya lacallakum tatafakkaruun si aa u fakartaan wax u daymootaan ayuha alaxiba waxaan leenahay diinta allaynoo soo dejiyey subxaana wa tacaala waxay ku salaysantahay على التخطيط للمستقبل ورفض العشوائية والفوضى إن يددكو إن بدن قرشيا نولوشو دو تماد دا إيصاص عطا إن أنا يباس كولا هين نولوشا قفكو مسلم كا فوضى دا أنركي ما مولا أنت إيست كدب وريق إيو بريبا وحي نغن دون تاسيدا ما أنت هيدون يدو فكرتو haddaadu fiirsatana noloshii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaabkaas bay u dhisnayd mihaal waaxida haddaynu tilmaamno hijradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam culamaa isiira markay hijrada inoo akhrinayaan imisun bay inoo sheegaan qorshe uu nebigu degay oo ah balaankii uu ku talagalay markuu hijroodo meeshuu mari lahaa siduu cadowga uga dhuuman lahaa siduu u raad gadan lahaa waddad u qaadi lahaa ciday tay cidda hogaaminaysa cid aan laga shakinin inuu daliil ka dhigto raaxilaadkay fuuli lahaayeen inay diyaarsadaan wakhti aan la filaynin inay baxaan meel aan la rajaynin inay qabtaan inay u kacaan buuraley inay maraan si ay u raadgataan yacni markaad daraasayso nebiga calayhi salaatu wasalaam hijradiisii waxay kuu tilmaamaysaa in layna barayo tashriic iyadoo taasi ay cagsi u tahay maalan isiraagii alisra walmicraaj nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam alisra walmicraaj wuxuu ahaa tashriif iyo tacdiim iyo tasliya weyneyn ilaahay uu nebiga weyneynayay la samirsiinayay balaayiin kilomitir isu dhul ah bale aan kilomitirba lagu qiyaasi karin ayaa nebi maxamed ilaahay ka kaxeeyey maka oo geeyey bayt ilmaqdis oo laga dheelmiyo cirka la qabadsiiyey oo la soo celiyey maaha masalo loogu talagalay inaynu kaga dayanno ama awooddeenna kuma saabsana laakiin 500 kilomitir in ka yar isagoo soconaya oo ah maka iyo madiina inta u dhaxaysa waa less than 500 kilometers 500 kilomitir bay ka yartay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga waxaa lagu ilhaamiyey khitadii uu halkaa ku gaadhi lahaa iyo inta ay qaadatay iyo muddo 14 casha in la lugeynayay oo waxaasoo dhiba laga marayay taasba takhdiidkeeda lay tani waa litashriic tii hore litashriif bay ahayd israaga iyo micraajkiiyo kuwa kane amaa tani waa litashriic walidaalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu dareemaynaa qorshihiisa uu degayay sida uu ahaa iyo waxyiguna hagayay xataa caalamka iyo waxa ka socda sida uula socdeen oo labadii dowladood ee waaweynaa iyo dagaalkii ka dhex socday ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ugaga warramayo iyo ogaalka uu nebigu ogaa calayhi salaatu wasalaam xataa saxaabadiisa markuu rabay inuu u diro ardi alxabasha inuu dareemayo amase warkaa uu hayay ah in xaggani ka cadaalad badantay labadan dowladood iyo intaan agagaarka joogto oo dhan dowladaasi ka tirsan dhulka xabashadu inay ka cadaalad badantay waxaasoo dhame waa wax tilmaamaya inaanay muslimiintii hore dad ghaafiliina ahayn ama dad iska socda ama dad uun suga mustaqbalku waxa uu noqonayo bale axaadiista qaarkood ba waxay noo tilmaamayaan waxyaabaha wax lagu qiimeeya markaad mustaqbalka qorshe loo degaya ugu weyn waxaa ka mid ah alixsaayaat statistics data in la helo tiro koobiyo awooddaada xooggaaga tiradaada dhaqaalahaaga waayo waxaasaad ku qorshaynaysaa inaad mustaqbalka wax kaga qabato ilaa xad uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixayn ku yaalla riwaayadda muslim
احسوا لي كم يلفظ الاسلام ايسو تركوا بل انت قف مسلم تشوكت مقال هذا مدينة اما رواية امام البخاري اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس تذكى انت قرد واغضى اسلام ايسو قرأوا نبقوا لي عليه الصلاة والسلام وحلاني مركا لا بد من تخطيط لا بد قرشين اين نهله لا بد شيء نول شيء فوضى ضوغ بحضه سيبه ومد الصوماليات ومد انا انت بدن ترد او جيرين سادال انت مستقبلك اي وحي سغيان الهي حين لي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وركو ايمانك لغا هليو اتقوا الله لك عبصدا ولتنظر نفس ما قدمت لغد بري وحينا في أرديغتي وحي أهرو مرستي وحي أرديتيستي سأرديت هذا ما تغانين عانا هو الله أرديتي يا داسي بري لولو له والغو سي تلقال بري سي لولو لكرين ما أنت أرديت النغطو وحالي لنهي وحاد أرديتيستي براد لولانه وحاد لولانه سا وحي نقونا يان فيري ولتنظر نفس ما قدمت لغد أدبه وقور رمي ما هي موضوع كان سيدا إداريين توقور رمان علماء الإدارة هي قابك وقور رمان وقور رمي ما هي لكن وحن وقور رمي يأينا نتنبيه هي بس هي وحيابها أصل كأي نوبة هنين نستعماله وقور رين إلهي وحكو براروشيون وقو بلابي يا أيها الذين متق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مركزه دنا لدي واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا ولتنظر نفسنا مركا لبدا هريرود با وخا كخيغا لا كعبسي با لينا فري معناه دو حويا خطط كان هي وحين مستقبل كقرشين نو دمي وين ان مرنا بنقنن وحي الهي تيس خلاف سن وين ان على الهدى انه الهي كعبسنينا ويا عيد كسته او خطى الدكتة على غير هدى الله لم ولن يفلحوا ما قولي سنيان ما حين أولا أن هاي مركة إنه قرشد دقينا الله كعبسي وكوها كان نوضو وقهرين قرآن كإلهي وحينات المامين إنه لا شفضو دانس بن آدم كنا وحووش عليا والرجين يوين وحفضو دادان حتى هدو قبنين وصفضو دقبطه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا بإلهي عدي إلهي كعب سطا أرنك ألا وأفض إذن إياه وحين ربنا خطة ودك إنه دمي ونولا شيء إنه سفضد أنه ولان كرنه إلهي نوحينه بلان قاضي عدي إلهي سبحانه وتعالى عب سيدي سيا كرد ورسطة نارتي سينا لددك أفض إذن إياه وحمك قرش اللي دقا يالو قلت لك على الرزق سكتشرة waxaad adigu rabto qodan laga ma hadlee waxa laga hadla maxaa dib kugu xeeran waxa ka hor iman kara waxa dhici kara waxa isbedel iman kara maxaa caqabad kugu noqon kara quraanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya alla ka cabsigu inuu masaailkaana makhraj u yahay riskiga ama caqabadka ka hor imanaya qaabka loo daweeyay inay kamitay waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب عدي لك دورسته ان الله سبحانه وتعالى بروبلم اسكي مشاكل كمخرج وقسمينيو واي اوت ميلو كبحين وهليو قرشه وحو باهنيي ان الله سبحانه وتعالى كهنونيو سما كهنونيو اما قون وها قرانك الهي نوغ تلماميا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم سأوجد أيها الأحبة وحلينا برايين وقرشه نكوه الريال لك عبسيه داتك ما أنت إن بدنا كم إذا داتك ومدى قرشها ودكته شانت سنة صوص عدم حالة قبن طبنك سنة صوص عدم حالة قبن لا تنك سنة صوص عدم حالة يالي وحينو بدنا إن المسائل كان ينوغو بچرين ترادة إناني كوچرين لا تضع نصور رسنين ربنين وحكوب بيسكرينا ما كل سنة هدي الله كعبسي وهرئيه وهذه ليس بصيرة أتكوك على أركتو مستقبل كدير إن الله سبحانه وتعالى توجك قوي فيه
سيدا وقيت بقى إلهي القرآن كوحو كنت المامية إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إلهي هذا كان ورسطان ولا كعبسكو يهي مين بوينت كينا إلهي سبحانه وتعالى وحيدين يليا فرقان بين الحق والباطل وها حق يا باطل كوكا للصعدان أما وها كوكا للصعدان صوابك يا محي يا خطأ أما وها كوكا للصعدان شرك يا خيرك بهلي سنبر بتلمامه يا سبحانه وتعالى فهم كوكا قبل قبلين يا مسألة ذاتن وحد هلي سإلهي كالمدي إلهي كالمدي واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين إلهي كالمديين وكوافتشيو سيد الصوابك كتشيرو إذن كو وحل لنا هاي إلهي وحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللعب سيدي بقى لنا فري مركو هوري كدب بقى لنا يري خطة دينا ندك سادا إيغا بري وحاو هورو مرسانة سان قطب كالباد أن تلمام يا وحي هاي خطط ضد كمسلمين تأي دقيان هدو قفي هاي يهدوك بدن يهيبة وين النقضة محي بعد الله سبحانه وتعالى الاعتماد على النفس لا على الغير لا على الآخر عالم كمان ترقبة وحي قوان صدرين يقوى أوصية والنقضة إنا يهينون هداني يقوى كقردادين إنا أظهروا مرينين وحنا كمتشيران دولة ده يرير يضدك مساكين تأي عنكني وحي إن بضن إيغان المجتمع الدولي محوين أقاقباه دولة ده وين السيدي قرشيه النوار كيا إلهي وحوين تلمام إياه الله كعب صغن قرشيه نبي قنا وحولي احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز كد ده الوحك وأنفعي في الدنيا والآخرة إلهينا كالميسو وربي هنوضع عدة كتير سنة هنا عاجز أي لا تعتمد على الأسباب وتغفل عن ربك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كوا هو عننا دنكو هذا ولكن مسألة كهد لينو وهري وين نقرنا ما الفراغة مدقنين عالم سكبنان وهذه قرشها وصعون هي واحد قرشيسة مدقنين حين دقنا هيدوني مصالح دي أهداف تواي متضارب تاي دوني اسكسو ودهور جيدة وني وليوا مثل حدي سيدن تي سيلا شرايو وحين شوقنا مال سلو قارعد وليوا مثل حدي دي هدف كيدة أود دي دورنا يستعماشو وحين هذا كو حوق بضان له إما أنت الدنيا قريب تبضان وحوارك ينهر مركو دينو كحريه الدبردعة ومضاها صدحات سيبا ومضى مسلمك سادر أدد قرشه هذا وحكم دين هذا دقو ولقا هر مرين ولقا ينات هر مرين ما قرشه هذا كم دا ولذلك يا هيئات كودا نبطا أهي وحي فليا وحكم دا وحل إلى سياسة التخريب subversion إن لقصه ومضاها إنت كالي إذا وحي لنا ميل بين فردنا أين ربنا إن نهور مرسمينا أما أمد نقولنا أما الدد نقولنا أما الدولة نقولنا لكن وحكوك حيرا عدان أو قولين إن أدو حاسي سميسو سبفير شنكو المخابرات العالمية ووحاو قبضان اللوردكو سأومد لو هكر داميو سأدد لو دوميو وحيد هذا نمتك استوصدح شيء لو سمعي هرو مركدر وهل كيدي نغانسة صدح ذا شيء وامحي وحيد هذا إحباط demoralization إن دتك اللغو قنعيه إن أنا هرو صعون كرينين إن لغو إلا هذا أدقى إمكانيات كاقية أود هذه التمرتادو مسامحي سو حاسي هذا واحد باهن طيبك ولين capacity building سوماليا يمكن صدّن صنّدوا ذو حلقوه ذي معي كباسة بيلدينغ وما أوداني والدين والدين لسيا أودين الله لسيا ك
kuwa dawladda yar haysta iqtisaadiyadkooda waxa ugu badan ee lagu toojihiya waa iqtisaad siyaaha wa dhaqaalaha ku saleysan bay yiraahdaan maxaa la yiraahdaa tourism siyaaha wadankiina meel loo soo taga ka dhiga xayawaankiina ha dilina kan hasabe iyagu intoodii way marayeen maxay iyagu u dayn waayeen siyaaha siyaahadu waxay yiraahdaan in kormaks marka la joogo waa qaybta ugu horeysa ee dhaqaale burburku ku dhaco bini'aadamka marka dhaqaale burbur bilaabmo bal wadannadan islaamiga u fiirso walaba waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan iyagoo qoobada yaryara ayaa qolo waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan qolo waliba waxay doonaysaa inay siyaaxo ka shaqayso waa dhaqaale burbur sidiisa u yaala dunida waxay yidhaahdaan ma horumaro ummadaanan isteriyaal noqonin ee casrigaynu noolnay waxay yidhahdaan marka alixbaad ixbaadku waxa weeyaan in adiga demoralization lagu sameeyo in lagaa dhaadhiciyo inaanad wax qabsan karin inaad dambayso inaad ku qanacdo kaalmadiisa mooyaane inaad adigu hore u socon karin ka labaad waxay yidhaahdaan weliba waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdaan miyaa la maagaya maya dowladaha waaweyne waxay u leeyihiin gruub dhaqaale yahanaa oo masalada ka fakara oo wadannada kale tala bixinta siiya sidii loo dumin lahaa waa gruub dhisan maaha wax theory ah waa gruub dhisan waa kuwu ka warramayo kale convention of economic hitman ninkii qoray oo kale oo ka mid aha gruubada tan bale waxaan idiin sheegi karaa gruubada qaarkood in xataa rag soomaaliyeed ku jiraan dhaqaalayaanna soomaaliyeed inay ka mid yihiin markaynu taasoo dhaafno waxaa garan kartaan waxay ku sameeyeen eeshiya iyo numuri sabca dowladii lalahaa waa tigerska ama shabeellada toddobada ah hal dowladabaa talabixintoodii diiday iyadoo qudhaa badbaaday intii taladoodii aqbashay waa la waayay malaysiya qudhaa diiday talabixintii ostranku bixinayay way guulaysato mushkilada way ka baxday lixdii qaatayna way jabeen shayga labaad ee ay sameeyaan ee subversionka ahi waxay yidhahdaan waa zaczacatu istiqraar destabilization in wadanku crisisku uu ka jiro had iyo goor inaanu degin dadka barhbaa u haysto moodaya dowladaha waaweynay inaynu degnay inay rabaan in dagaalku inaga dhammaado inay rabaan in caynkan ma jirto waxay u socdaan inaad weligaa degin de innaga waddankeenna waxaa lagu maamulaa maxay albandi saabic bandiga toddobaad ee united nationska xeerkiisa ah bandu saabic macnihiisu waa maxay waa qofku isma maamuli karee ha la maamulo qofku isma maamuli karee ilmaha yare caruurta aabihii markuu dhinto maxaa la yidhaahdaa xoolihiisa ma maamulan karee wuxuu u baahan yahay maxay wasiy cid maamusha oo meel gaadhsiisa bandiga kani wuxuu qorayaa waa intaa askar ma yeelan karaan oo isdilayaane qoryo ayaan laga yibinin dowladnimada xeebtooda ma ilaashan karaane cid kale hawo ilaaliso wax kastaa soo qabo waxaa ma samayn kartid waxaa ma samayn kartid ilaa iyo ogolaada mooyaane adigaa ciidan kale lagu duldhigo wax kane waxani ma aha jacayl lagu qabo ee waa destabilization waa inaad ku jirto inaad weligaa soo kicin soomaaliya meelaha yare nabaduu ka jiraan waa meelaha laga yaabay inaan iyaga askartoodu imanin iyo inta iyaga la socota aanay ku badnayn kolay kama madhnee ayaa inta nabadu ka jirto qodobka saddexaad ee subversion theory-ga uu tilmaamaa waxa weeyaan waa waxay dhahaan crisis normalization tadbiic laazima qofku marka dambe balaayada waa inuu u arkaa inay nolosha ka mid tahay halkay soomaalida la gaadhsiiyey weeyaan qofka soomaaliga in wax badaniba jiraan uma arko maalinta qarax yaray dhaca buu isdhaha wallaahi dhib baa soo korodhay laakiin wuu la qabsaday wuxuu bartay inuu la noolaan karo dhibta dabeetana waxay dhahdaan crisis normalization qofka haddii la gaadhsiiyo dhibta inuu la noolaan karo hadduu gaadho waa halkii lala rabay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan buu dadkan kaga digay waxaan aan tilmaamaynaa ma aha wax wadaa tilmaamayo waa waxay istraatiijiyat ilcaalam ku dhigaan maalan
ahjire buugu qoray nin jaynisa 2500 sanadood ka hor noola sanad suuba la yiraahdo oo filosof general laha buugisu waa weerar koob kooban waxaan filayaa 600 iyo dhowr statement oo koob kooban inuu yahay culimada istaraatiijiyada dunida daraasayso dhan baa loo dhigaa militariga dunida dhan baa loo dhigaa waa kelimaad koob kooban oo ninka kani marka waa nin filosof ah faniga istaraatiijigana looga dambeeyo waxa uu yiraahdaa إن إخضاع العدو من دون قتال هو أرفع امتياز بيدا عدو غاينة تشبسو وهو كهوسي ما دا عدو غان لدريريني وهير كوغوس الرئيسي اللي قاعد بيدا والعمل العسكري هو أقل طرق جودة لإخضاع العدو بيدا ملة ترالي إن أدعيدو تشبسانا وقاب كوغوسي عدو لو تشبيه بولي يعني إن ciidan iyo hubiyo dagaal ku jabisa waqabka ugu liitaa waa farsamada ugu liidata laakiin farsamada uu sareysa waa maxay in aad ninka jabiso adigoo aan dagaalamin adoon askari kaaga dhiman ama waxba kaaga dhiman inaad jabin karto walidaalik baa wuxuu tilmaamaa in al-a'dham bayna al-qaada laysa al-muntasir fi 100 ma'araka bal dhalika alladhi la yahtaaju itlaqan ila al-qitaal liyantasir هلييغا أما جيسيغا وين هقامية يلا قد دنبين كرا ما هبو يريننك بقل قوبود قوليستا ايوان ننك آن دقال با اوباهن سيو قوليستو ننك آن دقال كو اوباهن سيو قوليستو وحن قد يدا نتل ماما يا مركا وحيتي إلهي وحين لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الاعتماد على نفسه دينو يلن كري وينو وعيد كالينو دا جيسا خطط كان يرود مابكا يا ميشينو مرينو أبي تقولي سن ميشين وحد تقولي سن كرتا يا قرى مركا دا دو أود دا دا يا قون تا دا يا تمر تا دا يا دل كاغا يا حول هاغا ويا دل كاغا وحا كوشي راما كور سارا مركا دا دو كو حساب تانتو يا دو تاس أد بلانغريسة تود قولي سنكرتا أما عدك لأي إيوانا چينيسة وركا قالة دوردن هدان صور دافو إلهي كتابك قرآن كيسو دقي كوني آفر بغلو سنددو حينو قولي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما تشعلبا ربي لي كوى قال ذا يا أهل كتاب يا مشركين بس قدر كوى قال ذا ما تشعل أن ينزل عليكم من خير من ربكم حق علينا خير كهشان ما هينا يقو خير كسيان حق الرب خير دين كي ما دام تشعلبا إلهي سبحانه وتعالى إذا مدى أن تشعلينا حق الرب خير كهشو أي يسقون دنكيس خير كاسين أي هدات رميستو واتشبطا واحد كم تهاي كويل سوت المامي يجو ملا وقبياجي الصومالية دي شيء جي بعد ده نimba كل ده يدايا دالنا كاب بدنه وان دوني نينات هشان داين أبيت كاي دت كون مودي دول ودرنا شام وحد حصانين حنين الصومالية دون الصومالية دو كله تلمامي لكن حقيقة وحوية وقوة كان كون بنوع كانوا فكرية محمد كائن صارن خطدا إنه دقى إنه وين البطانات كرر قلبات كأي واحد الله سعدونا مكب حسن هذا إلهي بوحلي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وركوا إيمانك لقاها ليو ورلا تلي يا لا أنا إذن كهين هيا لني نبا إلى هيلي ويدن لقوين يعني لا يالونكم خبالا ويدن في سهادين يا بر ربكوش يا جاي مركز هذا نوع حد هذا خبير عدا كصعطة هذا إيمان سان سخو برب هذا بلادين لكن دير كعد من كم دعوة علماء الصومالية جامعات كرر قلبت كنا رجع شوقي ووين كترسان أيها وحيدي وحني ما أدي سببها
markaas waxa ay iga soo horbaxay buu yiri nin baa ii yeedhay abdul abdu xagga dambe nin iga yeedhayaan maqlay buu yiri markaan eegayna waa nin cad uu ii yimo haduu ninkii way soo raysteen ninku muxuu ahaa marka kan united nationskii qaybo dhan buu haystaa laakiin markay xaggaa joogeen jaamacadda wuxuu ahaa badhiwalaha brofesarada waraaqa u kala qaada markaasaan ku yidhi buu yidhi waa saad xaggan ku heshay intuu diirkaas qabtay buu yidhi dee aniga awowyaday baa ii shaqeeye adiga awowyadaa baan shaqaynin buu ku yidhi waa ruti aniga awowyada baa ii shaqeeyey yacni ma khabiir le ini waxa weeye wayna iimaansan weyne ilaahay wuxuu ina leeyay waddu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa waxaad haysato adigoo haysta inaad horumarto ma rabo waxna maad faa'iidin haddaad diin la'aan waxoogaa dhaqaalaha ku hesho waxba maad faa'iidin إلهي وحينو تلمامي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أيها الأحبة علينا خطي نوبهاني لكن وين نقرنا ماشا اينو دقنا ايا وحينو ربنا اينا نقبنا إن أنا ميل بنانا هينا وحي اينو دونا انت اينو دجنا اينو سعكرنا وحيدا هذان أول مراحل التخريب بيدا هذان مركي نظام كودا استعمالان halka laga bilaabo bay yidhaahdeen burburinta ummaduhu awal maraaxil takhriib huwa ifsaadu alakhlaaq bay yidhaahdaan waa dhaqan doorinta waa akhlaaqdoo la lumiyaa ah stepka koowaad ee markaad la rabto qadaayaadkan saddexda ee la rabo inay ummad lagu sifeeyo first stepka la qaadaa waa in dadka moralskooda iyo akhlaaqdooda iyo ethicskooda iyo valueskooda inuu dhinto that's why عالم الإسلام ما أنت وربضاً لغة أخرين يوأه في منيسم جروب يو جندر يو كوسكس كورما يو وحن شيخ وهد الشيخ يو وحن الله وضعنا وإفساد أخلاق الناس واجرتا بن آدم كما أقبله بفطرته إلا إذا حما السماء ما أقبله لكن حما شعر بلهوية آدم إبليس كما أرنين جيت كان عنا الدم بابتده محوكو يري شجرة الخلد وملك لا يبلى بانك تسيا قيد مركا عنتو شجرة الخلد يا هذيك وحل ورانيا وحقوق ضد مركا يا وحقوق ضد عرورتا يا وحقوق ولا شيء يا مجرى حقا سيكو دولمين حقوق ماشا ما تعلو اي وحوي يا وفساد انت ضد مركا يا فساد انت عرورتا يا فساد انت ومضى اي اصلا لكن شارك السريع اللي هوين يا وحي يا هي معي اريانا تكددينين واه حقوق 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 رايتس مركا لغا ورما واحد سليدهي ده واح معقوله لما صدح ميدو لوجيك انا لا شيغو لكن من رايتس با نبا نينو تغيا يا هيومن رايتس كميدا قف با لا بدل يا با هيومن رايتس كميدا يعني واح بدن با لينو شيغيا لكن واح كان لينو شيغيا اذا هدي اخلاق دو ايلونتو ومراحل الفساد كو هلكو كبلابمو gaalada maanta joogta gaalka ugu weyn waa Richard Dawkins waa nabiyu lilxaad ba iyagu yidhaahdaan a prophet of atheism diin la'aanta nabigeeda bay ku sheegaan inuu yahay waa ninka le gadoriushan ayaa wuxuu leeyahay min asacbi jiddan addifaac can alqiima alakhlaaqiya almutlaqa calaa ardiya ukhraa gayra diin waa wax adag buu leeyay inaad u doodo value akhlaaqeed akhlaaq fiican inaad ka warrami karto adigoo aan ku taagnayn buu leeyay dhul diineed diin la'aan iyo akhlaaqi marnaba isma fuulayaan buu leeyay hadda waa kan le ilaahay ma jira dadka ugu yeedhaya waa bugisa gadoliyusha buu ku qoraya wuxuu leeyay akhlaaq la haddaad rabto inaad values un sheegto waa inaad ku taagan tahay buu tilmaamaya maxay religious ground hadaanad haysanin ma suurtagal habo tilmaamaya ayuha alaxiba waxaan leenay markaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ina leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat lighad wattaquu llaha in allaha khabiirun bima tacmaluun laba jeer baa ilaahay inagu soo celiyay ilaahay cabsidiisa inaynu ku dadaalo eegnana waltandur nafsun culammadu waxay yidhahdaan aayadda qaybta hore markii laysfarayay taqwada inta iimaankun baa loo yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu laakiin markii laysfarayay nolosha in la qorsheeyo waltandur nafsun ay kullu nafs
نفها اكتبا ليري مركا وحي دهدان النداء بالتقوى ولخصوص المؤمنين بيت الماما وهي يقوم بمنتفعين والأمر بالنظر لعموم كل نفس نفها اكتبا إلهي ما قدمت الغد بري وحاضه رمرسته الغد بريدا دوا نغنكرا بريدا دروك سنوا نغنكرا وحكادم بيودمي وبرتو وحكادم بيودمي وبرتو إن الله خبير بما تعملون إلهي وقنوغي هاي وحا سمين إسان قصدك كليدين يا بواطنتين يا ظواهرتين بالربي وأوغي سبحانه وتعالى وحا هبال مرك الدنيا آخرة أيين هري الله الدنيا آخرة اسم الله كا اسكو قيمنا ماها اسكو الرسكي اسكو مشكلتنا ماها تاسي وحيو باهان تي مركا مركا وحلو قرشين ايو كيبا مدنان تاليه يعني مركا قرشي دقي سنو لشي وحاد قبان دون تا بريورتس باكالي جرا وحباد كالو هرريسين ايسا سيدي اوكال وين اوكال مهنسين باد اوكال هرريسين ايسا قرشيه نوينو اوب وين ادا قرشها اخرو دبيتنا قرشها دويو مركو لين وينو وين ادا قرشها اخرو قفك مسلم كا اي سياسي كا وقهرينو انو كفكرا ومدن ساي اخرا نارو قع بحسن لهيد جنن اوغالي لهيد وهي that's the most important thing وهو حقوق مهم سن ادادو قبتت ثانيا بعد سويديني سا تاسيد اللو قاعد ايو اي ادون كان انت اللي تشوغان سان لو كديد مين اي ادون كان نرول في عن لوغو نولان لها وحلين مركا مركا انو قرشد دي چين اينو وينو بريور تسكو كالهو الرأي وليبا وحا هو بانتيا هدي قرشها الدنب اي آخر او نقضك مهمة داله ka adduunyana automatically inuu hagaagayo waayo aakhira lagu ma gaado adduunka kharibkiisa aakhira waxa iyadana lagu tagay ku islaaxda maxay adduunkan islaaxintiisa tanba mazraa wa marka ugu horeyn way inuu aad uga fakarnaa ilahay wuxuu leeyahay yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wama amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum allah nafsahu والله رؤوف بالعباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قرشها كواد وينو كجرا وحكا استوات سميسو براد لكل ميسا يمحوية هي جواب تاتو وحكا استوات سميسو دون كانت قبطو وحكا استوات قبطو عمل كستو كاسو فولا براد لكل ميسا يمحيتها هي جواب تاتو سيدا اوغيد ايو نبغو عليه الصلاة والسلام دلن يرو الله تلين ايه نم دلن يرا انكو دلن يرا دا مركا ينو الله تلين ايه نمحين كون دانا داد نم دلن يرا اركتو وحبرو ننقو حوكسو قرسو شغيسو سو كاما هتالي دين تلا دا اوغو بدان ايداتكو و ان دووم بايداتكو اركان ما عكوان ايداه دان ان دير قرد ان دير ما اركان ان دو با اركان dadku wada indhow garad buu badan yahay waxa inuu ilmahaaga qorshaha ku yaala muxuu yahay koowaad iskuul digo jaamacad ka bax guurso nin noqo taa waxaad ogoshahay inaad ku bixiso maxay waxay u baahantoo dhan baad diyaar u latahay waxay u baahantoo dhan baad maxay u latahay ayaa diyaar u inaysaa een iskuulku gali ha ku noqonayo jaamacadu ka bixila ku noqonayo kharashku u baahan laha waxa soo dhowa diyaarinaysa maxaad uga dal leedahay nolosha dhow inuu guuleysto baritaad injineer noqon ama dhaqtar noqon ama saan noqon ama ka noqon marka qorshahaagu wuxuu baday ma diyaarinay dhammaanteen isku keen darwadaad iyo wabiin ba isragen raaci inta in leeg ma gelina aakhira si uu qofku u guuleysto aakhira si uu qofku u guuleysto programkeenu degayna ma ku jirtaa intaa in leego investment ahay bal waxa kalaba hadan beeyaan
ما هي وحك وجو هذاك معلك القرآن كذي قال الله تنك الدولار ولا سيء وروك ومعلم عمد ودو قالي بتاعنتي لكن هذا كل شيء جامعة دربك كورينات بحيث ونختار لماذا كبرنا يو ويا تندو قرشاي كوجو شرته وآد بعضو قرشاي نس نبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر ومن دلين يرى أبو الله تلينيا قربك أنتو كدر بهاي حديث كاتقانين البخاري كيالا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وأنا دلني يرى وريا حوك سلمة ورنا يعني ننقو قرصو كان سمايو حول نقو لكن واحد لوجي هادو تدم بفكرة ده قبطان هرينا إصلاحه سادة رادة ابن النبي هو حكويري كن في الدنيا كأنك غريب أدون كان واحد قو أهاتا سيدي قف محي غريبة سترينجر قف أن ما يشعر دلنين أما واحد نقطة محي أو عابر السبيل قف مسافرة قف كاس أنت وكفكره إنه ماشي شجع ما قرشه ودتشيو قرش اللي قدتش مركا حوجا جي حولها جي قرشها جو حوجين حاجة دودتشي نسا تدمبه دودتشي نسا إن التدمبه هو الرئيسي صو أي مهمة سو كذا أيها الأحبة وحلينا هاي نلاش خطة كما مارنتو لابد من تخطيط للمستقبل لكن تخطيط كأنه سواء مت سياسي هالنقطة مت دقالة هالنقطة مت بلشيد هالنقطة ومت دولة هذي أما أدقو نفط أدو عدل هذي أما قويس كاقو ليه هاي وحقوبة هن يهي إنه قرشي صح قرشي هاقنا بريورتيك كوادين النقطة قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إليه ليه يا أيها الذين آمنوا كوي ما كالغيها ليه قو أنفسكم وأهليكم نارا ورنفتي نيه الكي نبا النار كإلالية وأنا أقيا هين تنسو كتشعله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إليه حولي تندوبة تعشين آخرنا انت بدن وكتا قيسان لكن باش عكسية الله ينوت المامية تاد قرشها قومي همسلو دقيسو وراك وحينوت المامية داد كأقوانتا لأمرك يتلين أيين حيت المامية إنك قارون حولها بدن صاهلي محل ويلي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وروحي إلهي كسيي نلاش آخرة كبادرة كبادقوب كرادعيه ولا تنسى نصيبك من الدنيا أدون كان ديفت هذا إلا من بالالي يعني بريورتيكو أما مدنان توحى لمحي آخرة للي أدون كاقا كون رادعيه ذو هالغيه بد إنه حولا واحدو نغيس أد مقع يالت قولي وين أد ست حولا ما هو نغطا إنه تقولي وين جنة دكو هشو مسيح قولي أنه تكو شرطا عليلي يفكر دكو وادو حوير أنه تكن بدشو وحلينوت المامة يا آخر إن مدنان طيالة وأحسن كما أحسن الله إليك أدونك نهى إلا من بال رسالة سبحانه وتعالى وقوة ناجينا ونكفل آيات كحكته إلهي وحينا قدك يا سبحانه وتعالى قوة قرشها قرشك قدسان يقو مري قرشه اينو شيغينه ان لينا بريورتي وينو اخر ايا لا تمرك رود ماب كا اد مريسه يا واحد قرشينيسو كو ايغو تا دب رغي با الهي تلمامي وايده كو حكتا مرك ايده هر امر با هيتنا وناي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون هل من نقنين با الهي لي سيدي كوي الا الا بي قرشه وما جرى الهي سبحانه وتعالى يا عبسيدي سيا آخرة يا كاني قرشها وما جرته إيه ما قرشها هذا كجرة الدون قنص ذا وحقر نقول الله ينبا كجرة سو قد بيلا يوحينا لي ولا تكونوا كالذين نسوا الله كون ما قدعة فانساهم أنفسهم تودا إلهي إلا وسيا بن آدم كما أنت الدون إذا كنا ولي ماتيريال بوبس كنا ولا شيء ورد ما هو ماتيريال بوكا ورمايا لكن بن آدم كي ولا ديسكاري لاي وسي بابايا كنا لا تشوفوا سيه هرو مرة يا بني آدم كنا محي وسيد دي بصعدة لقنهان أخلاقهان عقيدهان ضد نماءهان وسيب بهلوب يا بني آدم كدوري ده تشوفه
بنادم الدنيا تشوغا دل دنبا وحلو بابين ايان يرو نقالاين لغا هلو دنك لا يدان لغا لهاين شدال كيس الله بابا ممحوغا معدن وكو قرصون لسوقاتو اذا مسيبة هلو بيا مركا وحي نفتو دا داري وقشرتا إلا إلا وسي أما يكتغين فانصاهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون كو اللي ينيره هل لمد نقنين وكوه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم كو مسألة كو سفايساني كو نفتو دا إلا با إلهين تو دا إلا وسيي إلهي إلا با إلهين نفتو دا إلا وسيي ومنافقين با إلهي تلمامي اليهود والنصارى في سورة المائدة آية الثاء أيضا صدحي تبنادي أفيرا تبنادي اسكحيقا قال أول بإله وحولي ونسوا حظا مما ذكروا فاليوم ننصاهم كما نسوا لقاء يومهم هذا في سورة الأعراف إلهي كتل مامية إذن أيها الأحبة كوي قرشه هذا آخر أبور ريد قرآنكم حكوت المامية قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم كوي جندا قالي وحيلين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين دوني دا مركانو تشوغني بي حسابت انو قجرتي الله كعبسيبو مركانو ريراه يقي يدتك يقي لتشوغني ايانو إلهي كعبسنيني سبحانه وتعالى سيدا وقيدنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كوي قرشاها سكحو مادين آخرة إلهي وحيناو قتل مامي قالين يردنا يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي نقول الشيء ما هو حوار مرصد أيها الأحبة وحن في لي وقتك سلا ديني قاعدي وان قبي قبيني قد دي الله إذا ضقيبتك على وقتك لك ورمي ها آيات كان كسو كوبي كو نولش قرش الآن ما صعطه سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدقن كيسي بناينا برايا دين تعناينا فرصة إلهينا وحينا لي ور مستقبل كينا آيغا مستقبل كين لي آيغا وحي وباهنت بين ليني كو الله كعبسي لبا وحي وباهنت بين ليني إني نكدد لما ينفعنا في الدنيا والآخرة وإننا عاجزين صدح وحي نوباها وباهنت هاي إني نو دوني دوال إسلامين أيه رزقي جو تربدين يا إني نقرشك يا لنا سينو سجا أودي لهين أما يسجا تشوتشين لهين هدو يا هاي نفط هذا يا هدو يا هاي قيس كاجا يا هدو يا هاي ومضى هذا با رزقي جات تاجن سات سجا أودي لهين أفر وحي نوباهنا إني نو أجنو مستقبل كدير إني نو مدنان تكوات سينو مستقبل كدوية مدنان تي سنة أدين وقتها لا وقتك علينا كورمي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.